أهلاً وسهلاً بكم بيننا في جائزة الشيخ زايد للكتاب للعام 2021. أنا مقدمة الحفل شانتال صليبة، يسعدني أن أرحب بكم جميعاً من حول العالم، كل من يتابع هذا الحفل الافتراضي لهذا العام لهذه الدورة 15 من الجائزة. طوال 15 عاماً احتفت جائزة الشيخ زايد للكتاب بنماذج إبداعية فريدة من الأعمال الأدبية التي اتسمت بالتميز والريادة والإلهام، وكانت خير وسيط بين العرب والعالم. قبل أن نقدم لكم الفائزين عن الفروع الثمانية لهذا العام، اسمحوا لي بأن أدعو معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي لإلقاء كلمته. مساء الخير لكم جميعا، أشكر انضمامكم إلينا في حفلنا لتكريم إبداع الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها 15. أتقدم بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على رعايته الكريمة لجائزة الشيخ زايد للكتاب باعتبارها واحدة من أعرق الجوائز التقديرية الأدبية في العالم العربي. إن لغتنا الأم ليست إرثاً محفوظاً ومتوارثاً للأجيال القادمة فقط، بل هي جانب حيوي من جوانب الحياة المعاصرة ومكون جوهري للهوية. نكرم اليوم مجموعة متنوعة من الأعمال المتميزة وإسهاماتها الهامة. أهنئ الفائزين وأتمنى لهم المزيد من النجاحات، وآمل أن يلهم إنجازهم المتفرد المزيد من العقول العظيمة في جميع أنحاء العالم الإبداعي والابتكاري. شكراً لكم. شكراً جزيلاً معالي رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ألهمتنا بكلماتك المعبرة. اسمحوا لي بأن أترككم الآن مع كلمة سعادة الدكتور علي بن تميم أمين عام جائزة الشيخ زايد للكتاب رئيس مركز أبوظبي للغة العربية. نحتفي اليوم بالمبدعين والباحثين الفائزين في الدورة 15 من جائزة الشيخ زايد للكتاب، الدورة التي شهدت على الرغم من الجائحة وما تفرضه من تحديات نمواً غير مسبوق في الترشيحات، وفي ذلك شهادة على المكانة الرفيعة التي باتت تتبوأها الجائزة عربياً وعالمياً لما تتمتع به من موضوعية ودقة وتميز وقدرة على الجمع بين القيم العلمية والأخلاقية لتظل الجائزة اسماً على مسمى. لقد أرسل الراحل الكبير الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قيم الخير في وجدان كل إماراتي، وهو يبني مجتمع الإمارات ودولة الاتحاد ويواجه التحديات بخصاله الرفيعة قولاً وسلوكاً. يقول في ذلك: ما يجابح حادثات الليالي بالصبر، ما يدرك من المجد غايات، فالحي منا تعتريه الهوالي، والفايز الصابر على كل الحالات. بالعلم والخلق بلغ الشيخ زايد ذرى المجد، كان صبورا حكيما في شتى الظروف والأحوال، وبحكمته وحنكته وتخطيطه جنينا أطيب الثمار، وظلت قيمه التي تلقاها عن آباء صدق حية راسخة حتى صارت منهاج عمل ورؤية عند صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ومصدر إلهام وقدوة عند صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي ندين له بالشكر والامتنان لرعايته حفل جائزة الشيخ زايد للكتاب تقديراً من سموه للثقافة ودورها الفاعل في البناء الحضاري ومد جسور التعايش والتآلف وتعزيز قيم العلم والمعرفة والسلم والتسامح. لقد خاطب سموه مجتمع الإمارات في بداية الجائحة بقوله: هذا الوقت سيمضي، لا تشلون هم. فصار قوله هذا عنواناً للمرحلة ونبراساً هادياً يستنهض الهمم ويبعث على التفاؤل ويطلق الطاقات الإيجابية
ويطرد اليأس ومشاعر الإحباط. أما قيادته الحكيمة وبصيرته النافذة فهما البوصلة التي تقودنا إلى بر الأمان. أيها الحفل الكريم، لقد بنيت جائزة الشيخ زايد للكتاب على فلسفة العطاء والإبداع والتميز، وتأسست على منظومة القيم الإنسانية العليا التي تؤمن بالحوار والتعايش والتسامح، وتتخذ المعرفة والعلم منهجا. هذا ما يتضح في أعمال الفائزين الذين يتجاوزون اليوم منذ انطلاق الجائزة عام 2006 أكثر من 100 أديب وباحث ومفكر ومترجم ودار نشر من المنطقة العربية والعالم بأسره، فمنحتهم الجائزة التقدير الذي يستحقونه، وحظينا بمشاركتهم في سلسلة من الفعاليات الثقافية التي طافت أرجاء المعمورة. يسرني في هذا السياق أن أشير إلى منحة الترجمة التي أطلقتها الجائزة لنقل الأعمال الفائزة إلى ثقافات أخرى، وتمكين كتابها من الوصول إلى شرائح جديدة من القراء، والمساهمة في تعزيز التفاعل الثقافي. الجائزة ليست إماراتية عربية فحسب، بل عالمية تحتفي بالمبدعين في كل مكان. أبارك للفائزين في هذه الدورة، وأهنئهم على نتاجهم المتميز الذي أهلهم للفوز بالجائزة. أعمالكم إنجازات مضيئة تستحق أن ندعمها وأن نحتفي بها، فهي تسهم في تعزيز المخزون الثقافي والفكري للمكتبة العربية والعالمية، وهي المعين على مجابهة ما تعيشه المجتمعات في ظلال هذه الجائحة من آلام وصعوبات. يسعدني أن أشير في هذا المقام إلى أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب يستضيف في دورته 30 ألمانيا الاتحادية ضيف شرف للمعرض، ويتخذ شعاره عبارة وحدها الأحلام تحرك القلوب، المستلهمة من شاعر ألمانيا الكبير جوتا، الشخصية المحورية في المعرض، والذي أقتبس شعره من الديوان الشرقي للمؤلف الغربي. لا تسل من أي باب دخلت مدينة الله، بل ابقى في الموضع الهادئ حيث اتخذت مكانك، ثم انظر حولك وفتش عن الحكماء، وهؤلاء سيشدون عزيمتك ويقوونك. لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر لمجلس أمناء جائزة الشيخ زايد للكتاب برئاسة معالي الشيخ سلطان بن طحنون، ولرئيس دائرة الثقافة والسياحة معالي محمد خليفة المبارك، وللهيئة العلمية ولجان التحكيم ومكتب الجائزة الإداري. أشكركم على متابعة حفلنا الافتراضي هذا. أدعو الله أن تنتهي الجائحة قريبا، وأن نلتقي وجها لوجه في حفل تكريم الفائزين في الدورة المقبلة بإذن الله. لا يسعني أخيرا إلا أن أردد مع أبي الطيب المتنبي، وهو بيت كان الشيخ زايد يستشهد به، ثم اقتبسته وكالة ناسا عند نجاح مسبار الأمل الإماراتي في الوصول إلى وجهته: إذا غمرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الشكر لسعادة الأمين العام للجائزة رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، لأنها لحظات لا تتكرر ولا تنسى. فأنني متشوقة جداً للإعلان عن الفائز الأول لهذه السنة، وسيكون عن فرع الأدب. تم اختيار الفائزة عن فرع الأدب لهذا العام لتفرد عملها بمنهج فريد في السرد، وبمغايرته أيضاً الأعراف الأدبية المعتادة في كتابة السيرة الذاتية. الفائزة بجائزة الشيخ زايد للكتاب عن فرع الأدب للعام 2021 إيمان مرسال من مصر عن كتابها في أثر عنايات الزيات. مساء الخير، يسعدني أن أكون معكم افتراضياً اليوم. إنني فخورة بحصول كتابي في أثر عنايات الزيات على جائزة الشيخ زايد للكتاب فرع الأدب في دورتها 15.
أود أن أشكر اللجنة العلمية على اختيار كتاب يمثل رحلة بحث عن الفردية التي يهمشها عادة المتن العام في مجتمعاتنا العربية. الأدب قادر على تغيير الوعي وصقل التجربة الفردية والجماعية وفتح أفق لتخيل عالم ربما أكثر عدالة وإنسانية واحتراماً لحقوق الآخرين في الاختيار والاختلاف. لقد كانت رحلتي مع عنايات شاقة وممتعة، وأنا ممتنة لها على هداياها. هذه الجائزة تقدير يتجاوز شخصي وكتابي ويشمل العديد ممن حاولنا الكتابة بصدق في الماضي وفي الحاضر، ودفعنا مثل عنايات ثمناً فادحاً من أجل ذلك. ختاماً، أود أن أشكر القارئات والقراء لدعمهم الكتاب عبر القراءة والمناقشة. شكراً للكتب خان ولناشرة كرم يوسف، ممتنة لعائلتي وأصدقائي في كل مكان. كل الحب لوالدي سيد علي مرسال الذي رحل عنا في 26 من أبريل الماضي. مرة أخرى أشكركم وأتمنى لكم مساء طيباً. اختار المحاكمون الكتاب التالي لطرحه الثري لقضايا ثقافية وإنسانية مختلفة. بدون مزيد من الإطالة، الفائز بجائزة الشيخ زايد للكتاب عن فرع أدب الطفل والناشئة لهذا العام هو ميزوني بناني من تونس عن قصته رحلة فنان. كاين ميزوني بناني متفقد عام للمدارس الابتدائية باللغة العربية وكاتب متخصص في أدب الطفل وخبير في ثقافة الطفل العربي. فازت روايتي رحلة فنان بجائزة الشيخ زايد للكتاب فرع أدب الطفل والناشئة في سنة 2000 لسنة 21-2000. أشعر فعلاً أعبر عن امتناني وسعادتي الكبيرة بهذا التتويج. أشعر بالاعتزاز، أشعر بالفخر بهذه الجائزة الكبرى التي تعد محط أنظار العالم وحلم كل مبدع عربي. الجائزة أعطتني دعماً معنوياً ونفسياً كبيراً وإصراراً على المواصلة بروح المسؤولية العالية تجاه الأطفال والناشئة في خلق مشاريع إبداعية جديدة حقيقة. جائزة الشيخ زايد للكتاب كانت ولا تزال منصة ومنارة وحضناً إبداعياً وحضارياً كبيراً. جائزة الشيخ زايد هي مناسبة تعرف بأهم الإضافات الفكرية والمعرفية سنوياً. هي أيضاً فرصة لخلق حراك ثقافي وفكري في عالمنا العربي. في الأخير، جائزة الشيخ زايد هي محك كبير، هي غربال دقيق لتقييم الأعمال وتثمينها. يهدف فرع المؤلف الشاب إلى دعم الاحتفاء بالجيل الجديد من المواهب الأدبية. شاركوني الليلة تهنئة الدكتورة أسماء مقبل عوض الأحمدي من المملكة العربية السعودية لفوزها عن دراستها النقدية إشكاليات الذات الساردة في الرواية النسائية السعودية. معكم دكتورة أسماء مقبل عوض الأحمدي الفائزة بجائزة الشيخ زايد للكتاب فرع المؤلف الشاب الدورة 15-2021. أولاً أقدم شكري لمؤسسة الشيخ زايد للكتاب ممثلة براعي الجائزة سمو الشيخ محمد بن زايد والأمين العام دكتور علي بن تميم والقائمين عليها، التي تكرمت باسم القائد الإنساني الفذ رحمه الله لبث روح الأمل والعمل والبناء والمعرفة البشرية من خلال الانفتاح على الآخر والاعتراف بالإنسان بعيدا عن الحدود والتصنيف والجنس، مؤصلة لأسس العلم والنهضة الإنسانية. كما أقدم هذه الجائزة
لوطني الحبيب المملكة العربية السعودية وأهلي ومحبي النجاح والفائزين والإنسانية جمعاء. تلقيت خبر الفوز بالجائزة بسمو وفخر واعتزاز. هذه الجائزة التي يتطلع لها الكثير من الباحثين والمبدعين والمفكرين بغية الاعتراف بالوجود والاشتغال والتعطر بذكر صانع الأمل والاستراتيجية العظيمة. هنا أدركت أني أسير على الطريق الصحيح في بحور المعرفة والنقد، وإن كان يشير إلى الاختلاف ولكنه ليس خلافاً، إنما هو التفاف ضمن الوعي الكتابي، وإن كان خارج النسق الاجتماعي والنقدي والثقافي. اتمثلت هذه الجائزة وتبنت أقوال الشيخ زايد رحمه الله في تأكيده على أهمية العلم كونه ثروة لبناء المستقبل على أساس علمي، كما أنه أكد رحمه الله على ضرورة تمكين المرأة وأحقيتها في تبوء المكانة التي تليق بمؤهلاتها وقدراتها. أما عن الكتاب الفائز بالجائزة، كتاب النقدي الذي أتى بعنوان إشكاليات الذات الساردة في الرواية النسائية السعودية، ناقش الكتاب القضايا التي انشغلت بها الروائيات السعوديات مثل الهوية والانتماء والكفاح لتحقيق الذات، من خلال الاشتغال على 12 رواية بين سنتي 1999 و2012. وأخيرا أكرر شكري لمؤسسة الشيخ زايد للكتاب، تبقى هممنا تعانق عنان السماء، وكل جائزة وأنتم بخير. يجمع الفائز بفرع التنمية وبناء الدولة بين خبرات الباحث في الميدان والمتبحر في النظريات في تناول قضايا الدين والموروث. الفائز بفرع التنمية وبناء الدولة الباحث الدكتور سعيد المصري من مصر عن كتابه تراث الاستعلاء بين الفولكلور والمجال الديني. في الحقيقة هذه الجائزة تمثل بالنسبة لي حدث استثنائي كبير أعتز به وأفتخر. هذه الجائزة تعد من أرفع الجوائز العربية لما تتمتع به من نزاهة ومصداقية كبيرة، وهذا يضيف إلى قيمتها المادية مكانة رمزية كبرى يتطلع إليها كل من يعمل في محراب العلم. يأتي الفوز بهذه الجائزة أيضا في وقت صعب تمر فيه الإنسانية بجائحة تكبلنا بالخوف من شبح الموت، وكانت رسالة الجائزة واضحة تماما أن إرادة الحياة لابد أن تنتصر، وأحسب أن ذلك يبعث في نفوسنا كباحثين الأمل والإصرار على المضي قدما في طريق التميز بحثا وكتابة. لقد حاول الكتاب أن يركز على تراث الاستعلاء من خلال رصد صور التمييز الثقافي والاجتماعي داخل التراث الشعبي وداخل المجال الديني، وهي الصور التي تلعب دورا كبيرا في تفاقم الصراعات الاجتماعية القائمة على روح التعصب والتطرف والكراهية في عالمنا العربي. تبع الفائز بجائزة فرع الفنون والدراسات النقدية لهذا العام تاريخ وتطور الفن التونسي بكثير من العمق والتفصيل. يسرني أن أهنئ الباحث خليل قويعة من تونس لفوزه عن كتاب مسار التحديث في الفنون التشكيلية من الأرسومة إلى اللوحة. أيها الحفل الكريم، تحية طيبة. لا ريب أن جائزة الشيخ زايد للكتاب المرموقة نقطة من الضوء مشعة في المجال الثقافي العربي والعالمي. أشكر القائمين عليها على هذا التكريم الذي أتقبله بكل اعتزاز وامتنان. ولعل من أهم فضائل هذه الجائزة أنها توجه النظر إلى محتوى الكتاب
وإلى مجمل القيم المعرفية التي يباحثها. يقوم الكتاب على مقاربة نقدية لتطور مسار العلامات التشكيلية في تونس والعالم العربي من نمط انحرافي تقليدي إلى أساليب في الفن حديثة، ومن مدونة شفوية حكائية سردية إلى مدونة تصويرية ذاتية تتوفر على رؤى جمالية مخصوصة. تحتفي جائزة فرع الترجمة بهؤلاء الذين عملوا بجهد على جعل الأداب شكلاً إبداعياً عابراً للغات والثقافات بهدف إيصاله إلى أكبر شريحة من الجمهور حول العالم. تهانينا لمايكل كوبرسون من الولايات المتحدة الأمريكية على عمله الشاق في ترجمة مقامات الحريري من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية. كم أنا شاكر بعد فوزي بجائزة شيخ زايد عن ترجمتي لمقامات أبي زيد السروجي وصاحبها الحريري البصري إلى اللغة الإنجليزية. فطالما استعصت المقامات الحريرية عن الترجمة بحكم ما فيها من سجع وجناس واقتباس، على أن بطلها اللبق البليغ قد فتح لي باب الحل، فقد التزمت في ترجمتي إلى الإنجليزية بتنويع الأساليب اقتداء بتقلبات أبي زيد في اللهجة والشكل ليناسب المقام. فكم يسرني أن تكون هذه التجربة قد نالت رضاكم. شكرا 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 والسلام. تخص جائزة هذا العام بالفوز عملاً معرفياً يقدم تحليلاً جريئاً لفن الخطابة في الثقافة العربية ومساءلتها. كل التهاني للباحثة الأمريكية طاهرة قطب الدين عن كتابها الخطابة العربية الفن والوظيفة. اسمي طاهرة قطب الدين، وأشكر مؤسسة جائزة الشيخ زايد للكتاب لتشريف كتابي عن الخطابة العربية Arabic Oration Art and Function. علمني والدي المقدس السيد خزيمة قطب الدين أن التقريب بين الناس من أهم تعاليم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان والدي قد سر بلقاء صاحب السمو الشيخ زايد ورحب بجهوده الخالصة في هذا المجال، وأنا اليوم أقدر الجهود المكثفة التي تبذلها دولة الإمارات لبناء جسور التبادل الفكري والثقافي بين العالم الناطق بالعربية وبقية العالم. من أعرق الإنجازات الأدبية للعرب الخطابة، الخطابة البليغة المتدفقة الإيقاعية. آمل أن يشجع المزيد من العلماء على دراسة هذا الفن الرائع، وهو منبع أصلي وأصيل للنثر العربي، هذا بالإضافة إلى كونه مصدراً حيوياً لفهم حياة المسلمين الأوائل في شتى وظائفها. تسرني بشكل خاص فرصة عرض كتابي لقراء الشرق الأوسط حالياً باللغة الإنجليزية ومترجماً إلى اللغة العربية إذا أمكنه الله تعالى. يسرني جداً أن يعرف عملي بينكم وأنتم ورثة هذا التراث العظيم، والحمد لله رب العالمين. تم اختيار الفائز بجائزة هذا العام للجهد الريادي في النهوض بالمواهب الأدبية من خلفيات اجتماعية متنوعة. إنه لمن عظيم سروري أن أعلن فوز دار النشر اللبنانية دار الجديد بجائزة فرع النشر والتقنيات الثقافية لهذا العام. أسجي شكري وشكر فريقي فريق دار الجديد، وشكر كاتباتي وكتابي، شكر قرائي وقارئاتي،
لجائزة الشيخ زايد، لحصولنا على جائزة الشيخ زايد. وسط ظلام اللبناني الدامس بدت لنا الجائزة بصيص نور، نور لقمان سليم شقيقي الذي اغتيل قبل 3 أشهر بوجه هذا الظالم. وقفنا، وقف الدار الجديد، وقف لقمان سليم، وقفت أمم للأبحاث، مؤسسة الذاكرة، وقفت هيا بنا. وأعاهدكم أننا سنستمر، وأننا بصدد تأسيس مؤسسة تحمل اسم لقمان، مؤسسة لقمان سليم، التي ستعنى بالاغتيال السياسي كي لا يتكرر في بلادنا وفي العالم. هذه المؤسسة الوليدة ستهتم أيضا بكتابات لقمان، فلقمان قلم من أجمل أقلام هذه الأمة، وسنحاول جهدنا أن نعيد نشر كل ما كتب، وأن نسلط الأضواء على فكره وعلى أدبه. وفي المرحلة الثالثة سنهتم بمكتبته، مكتبته العامرة التي ضمت مجموعة نادرة من الكتب، وسنحاول إعادة نشرها في سلسلة طبق الأصل، تلك السلسلة العزيزة على قلبه. يبقى أننا على الطريق، وأن هذا الطريق سيكون منثورا بالحب والصبر واللغة والحب. شكرا. كوكبة استثنائية حقا من الفائزين، شرفنا حضورهم معنا للتعرف على أعمالهم الإبداعية الملهمة. وأية مشاعر فرح تلك التي تنتابنا حين نعايش على أرض الواقع أدباء من جميع أنحاء العالم، وأن نشهد بأم أعيننا كيف يحدث الأدب العربي تأثيرا ثقافيا على المستوى العالمي. نهنئ مجدداً جميع الفائزين معنا هذه الليلة بجوائز هذا العام، ونشكر من جديد معالي محمد خليفة المبارك وسعادة الدكتور علي بن تميم على كلماتهما الملهمة الليلة. والشكر موصول لجميع من يتابع هذه الاحتفالية من حول العالم ولو بطريقة افتراضية. كلكم شاركتم تقدير الأدب والاحتفاء بأنماطه المختلفة، على أمل أن تكونوا استمتعتم أيضاً بهذه الليلة وهذه الدورة، ونلتقي بأمان الله مجدداً العام القادم.